السلام عليكم البنات. وصفة اليوم ان شاء الله مسمن ديال الخلاط الكهربائي. هاد المسمن ما تحتاجي لا دلكي لا والو، ان شاء الله غادي يعجبكم البنات. كيجي مورق وخفيف وزوين، ما دلكي ما والو. كناخذو زلافه ديال السميده رقيقه مع جوج زلايف ديال الدقيق، دقيق الفورص. القياس ديال زلافه السميده كنديرو منه جوج زلايف ديال الفورص وجوج زلايف ديال الماء ومعلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال السنيده. كناخذوا الخلاط، كنديروا جوج كيسان جوج زلايف ديال الماء زلافه ديال السميده رقيقه وكنطحنوا. بعد ما كنو كنحصلوا على هذا الخليط على هذا الشكل. كنزيدوا المعلقه ديال السنيده صغيره ومعلقه ديال الملح، ومن بعد كنضيفوا الدقيق شويه بشويه وكنعجنوه. بعد ما كنزيدو الدقيق كنحصلو على هاد العجينه على هاد الشكل. كنخلطوها بحال هكا، ما تحتاجي لا دلكي لا والو، كتجمعي بحال هكا. ها هي العجينه ديالنا على هاد الشكل. هذا بالنسبه للبنات المبتدئات ساهل، وغادي يوليو ان شاء الله ما يستغناوش على المسمن، دائما يكون عندهم. بهذه الطريقه ان شاء الله غتعجبكم. نحصلوا على العجينه على هذا الشكل وكنخليوها ترتاح لمده 10 دقائق. هنا بعد ما كترتاح لينا العجينه ديالنا 10 دقائق كنحصلوا على هذه العجينه بهذا الشكل. ها هي مطلوقه ومطلوكه. كناخدوها ونشكلوها كريزات بهذا الشكل. هاهي مطلوقة مرخوفة كاع، ما تحتاجي لا دلكيها لا والو. هاهي مطلوقة. هاد المسمن الى جاو عندك الضياف ان شاء الله يحمر لك وجهك، كيجي زوين وسريع ومدلوك في البلاصه في نفس الوقت. كناخدو السيمنة الأولى على هاد الشكل،
نديرو ليه الزبده سميده رقيقه ونطويوها بحال مسمن عادي. بهذا الشكل البنات كي تنفخ تبارك الله بلا خميره بلا والو تنفخ بوحدو. ما كيوجد لينا مسمن كنقدمو على هذا الشكل زوين تبارك الله كيجي مورق وخفيف وكاع ما تحتاجو دلكوه. دابا تجربوها البنات ان شاء الله ما تستغناوش عليه كيجي مدلوك وزوين وخفيف. ها نتوما ومورق انتما تجربوها البنات انتما البنات شوفوا مسمن كيجي مورق وخفيف وبالصحة والراحة. وشكرا لكم البنات وكنتمنى تدعموني بابوني وشكرا شكرا بزاف وتبارك الله عليكم.